تحية طيبة يا جماعة، عاملين ايه؟ اللي انتوا شايفينه ده الاكاشا، ماشي، هوريهولك اهو. دي الاكاشا، انا حاطط صورتي جواه عشان كله يحط نفسه جواه في حالة الحماية. انت شايف تلات الوان، تلات الوان دول تلاتة ماستر، ده الاميرالد وده الجولدن وده الماجنتا او البينك، فيولوت بينك. التلات الوان دول الخاصين باعلى تلات ترددات في الخلق الخارجي، احنا حكيناهم قبل كده، وما زال الاكاشا شغال. ده ممكن تعمله حماية كبابل ليك، جميل. ضع النية بس، مش لازم تعمل كل التكنيك اللي موجود في القناة، حط النية انك موجود جوه الاكاشا والبابل دي، وثق تماما ان مفيش حد هيقرب لك زيها، زي اذا حطيت بابل بلازما. كل ده يخليك اوير ان مفيش اي تردد سلبي هيجيلك، واي تردد سلبي هيجيلك يبقى جاي من جواك، يحتاج الى تنظيف. يعني اقعد مع الفكرة واشوف مداها ايه، هل اختار ايه، اتجاهل ايه، اتخيل ايه، ايجابية ولا سلبية، محتاج اختار ايه، هل اتجاهلها، هل اضع لها رد فعل تاني. ده الكوميونيكيشن بينك وبين الفكرة، وبينك وبين الهاير سيلف، انك تلهمك تعمل ايه مع الفكرة دي. هل تدن الدائرة دي موجودة جواك تطلع لك كل شوية المستخبية دي، وخصوصا كل اللي اشتغل الهيدروبلازما وكل اللي اشتغل البلازما معايا والشكرات، كل ده بيطلع دلوقتي مستخبي، فهتلاقي في خلل وعدم توازن في جميع كل اللي خدت الترددات دي. حتى الهيدروبلازما فيها تخبيط وألم ومش عارف ايه، كل ده طالع. المفروض انك تكون اوير، مدرك ان كل فكرة وكل ألم له سبب، واذا عرفت السبب تقدر تعمل شوت للألم اللي مكان الألم دوت جواك، او سواء لدائرة الفكرة دي اللي موجود جوا المخ، سواء دائرة لاسلكية كهربية ممكن تكسرها، ممكن بيدك كده يعني تخليها تدوب، بس المهم انك تعرف السبب. وده سبب الفيديو اصلا، ان تم ابلغ كل الجميع ان يمكن انك تعمل شوت، يعني تصيب مكان الألم بالتردد والطاقة ذات اللون الفلاني اللي انت نفسك العليا هتلهمك بيه انك تمرره هنا، بس لازم تعرف سببه ايه عشان ما تكرروش. مش هتعمل، محدش يجي لي يقول لي انا مررته محدش عمل لي حاجة، لازم تعرف سببه ايه، والكل يعرف ازاي يكلم نفس العليا دلوقتي. جميل. انا همرر الكلام ده للاعضاء، الفيديو ده للاعضاء الاول، ثم هفتحه للناس كلها. تحياتي للجميع، السلام عليكم.